سؤال ثاني بيقول: وصلني بالأمس خطاب من شخص لا أعرف اسمه، جلال دوس، ولا أعرف كيف حصل على عنوانه واسمه، ربما من فهرس التليفونات، وفيه كتيبان مطبوعان في ورق أنيق، وعليهم من الخارج عبارة: لسنا من شهود يهوى ولسنا نطبع أي طائفة. وعند مطالعتي لهم سريعا اكتشفت من أول نظر أنهم ربما من السفتيين، وهو يعدوني إن طلبت أن يرسل مجلد من 850 صفحة مجان. هل أراسل هذا الإنسان؟ هذا الشخص من السبتيين الأدفنتست، بل هو المسؤول عن جماعة السبتيين الأدفنتست في مصر، وبيقولوا لسنا من شهود يهوى ولسنا نتبع أي طائفة. أنا عارف دي على بعض مؤلفات، ولسنا نتبع أي طائفة دي كده، لأنهم يتبعون السبتيين الأدفنتست. كنا أنهم ليسوا من شهود يهوى ده صح، ولكن لا يتبعوا أي طائفة ده كلام مش مظبوط، لأنهم هم من السبتيين الأدفنتست، ولهم مؤلفات كثيرة عن أهمية السبت، وعلى أن الإنسان لا يخلص إذا لم يحفظ السبت. والسبتيون الأدفنتست يؤمنون أن المسيح هو الملاك ميخائيل، يعني المسيح والملاك ميخائيل شخص واحد. من رأيي أنك لا تراسله، وأنا عارف الكتاب اللي بيقولك عليه بتاع 850 صفحة دي يبقى إيه، لأن ليهم كتب ضخمة من النوع ده، منها كتاب الصراع العظيم غالبا بهذا الحجم. والسبتيين في نشأتهم يتبعون إنسانة يطلقون عليها لقب نبية، هي إيلين وايت، وليهم كتاب عن نبية الأيام الأخيرة عن إيلين وايت دي، وفي ناس هدموا ما تقوله من نبوءات، وإن كانوا يقولون أنهم ليسوا من السبتيين، لكن هناك هرطقات مشتركة بين السبتيين وشهود يهوى، يعني هما الاثنين واحد في بعض البدع، من ضمنها حكاية المسيح والملاك مخيل، ومن ضمنها مسألة السبت وحفظ السبت، ومن ضمنها مسألة الملكوت الأرضي أو الفردوس الأرضي، يعني الناس يعيشون في فردوس على الأرض، ما عاد عدد بسيط يروح السماء، لكن الغالبية العظمى يعيشوا في فردوس على الأرض، ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويدرسون كروما ويأكلون منها. يعني ياريت يكون فردوس على الأرض فيه جهزة، لكن دول يبنوا بيوت. ولذلك السبتيون يفضلون أن أولادهم يدرسون الهندسة وليس الطب. وأيضا السبتيون لا يوافقون على نقل الدم ولو في عملية جراحية يتوقف عليها حياة الإنسان، يقول لك يموت ولا يكسر الوصية في مسألة الدم. وطبعا ما ورد على الدم في لاويين الصح 17 اللي هم بيعتمدوا عليها أن ربنا بيمنع شرب الدم أو أكل الدم يعني، لكن هم بيقولوا ممنوع الدم، يعني ممنوع الدم سواء كان عن طريق الشرب أو الأكل أو عن طريق الحقن، كله مفيش دم. وليهم بدع كثيرة، وأنا أرجو من هذا الأخ اللي بعت لي الأسئلة دي إنه يقرأ المقالات التي نشرناها في مجلة الكرازة عن السبتيين اللي هو الزعيم بتاعهم جلال دوس في مصر، وهو صاحب شركة وبيحاول إنه الموظفين اللي في الشركة عنده يبقوا كلهم سبتيين أدفنتست زي. وكلمة أدفنتست يعني مجيئيين، أدفنتست من آد باللاتيني يعني تو، وفينيرة باللاتيني يعني يجيء، اللي نحن نعرف فينير بالفرنساوي يعني عن المجيء، واسم الأخيرة تعطي صفة أدفنتست يعني مجيئي. ولهم كلام في المجيء، في مجيء المسيح، كلام لا نستطيع أن نوافق عليه أبدا أبدا،
فيقولوا طبعا قصة طويلة مش وقتها دلوقتي، ان ربنا هيحرق الارض دي كلها، ولما تتحرق كلها يبقى تتطهر بالنار وتصبح صالحة من السكنة، وبعدين يخلي الناس يسكنوا في المحب في الفردوس الأبد يعني. ان شاء الله نبقى نكتب لكم حالات على السبتيين، او ان انا هطلع لكم كتاب مشيئة ربنا عن السبتيين وكتاب اخر عن شو يهوى، لكن جلال دوس اللي جاي اسمه هنا هو زعيم السبتيين في بعض المناطق في القاهرة الجديدة، او ربما يكون في القاهرة كلها، ابعد عنهم احسن. وهو بيبعتك ليه؟ بيبعت لك ليه وهو ما يعرفكش؟ بيبشرك. هما بقى بيعملوا كده مع دفاتر التليفونات اللي موجودة في مصر ايضا، ويبعثوا الناس كتير ويبعثوا لهم كتب. وطبعا مدام بيبعث كتب كتيرة بالشكل ده وبلاش وبالايميل بتاعته بتكلفه كتير، فاغلب الظن ان هؤلاء الناس بتصرف عليهم هيئات اجنبية في الكتب المطبوعة والكتيبات والمراسلات والحاجات.